أوهام، طاقة الاسم رقم 8، طبعه ناري، كوكبه زحل، المعلم الصارم، الحجر الكريم الملائم، العقيق اليماني. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة النجم. أنت فتاة ذات شخصية قوية، واثقة من نفسك ومن قدراتك، عملية، مجتهدة ومثابرة. لديك روح المنافسة، بليغة في كلامك، حكيمة في قراراتك. لا تعتمدين على الحظ، بل على السعي والجد والاجتهاد لتحقيق أهدافك وطموحاتك. تضحين كثيراً من أجل إسعاد أسرتك، وتتميزين بالتخطيط والتسيير الجيد لكل مشاريعك. واقعية ومنطقية التفكير، متواضعة، كتومة للأسرار، سخية وكريمة، طيبة القلب، مرهفة الإحساس، ذات شخصية محبوبة وجذابة. تحملين عنصرين في اسمك، عنصر النار وعنصر التراب. لديك القدرة على تحمل المواقف الصعبة. تملكين روحانية عالية في اسمك. أنت فتاة عنيدة، متشبثة بآرائك ومتمسكة بقراراتك. تعترضك بعض النكسات الصحية والأزمات المالية، وتتعرضين لعدة خلافات ومشاكل مع أقرب الناس إليك. تواجهين سفر في حياتك، وقد تعيشين بعيدة عن أهلك. كما تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك العملية والزوجية. قليلة الحظ مادياً، تملكين حرف النصر في اسمك، وإن شاء الله تنتصرين على كل الظروف الصعبة. داومي على كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.